اليوم سوف نتعرف على طريقة تسجيل الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر. نقوم بالضغط هنا، ثم سوف نقوم بالبحث هنا على موقع ACDPME. هنا سوف نقوم بالضغط على طلب الاستفادة. هنا سوف نقوم باختيار الجنس. هنا سوف نقوم بكتابة رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكتروني. هنا سوف نقوم بكتابة معرف رقمي. هنا سوف نقوم بكتابة تاريخ الولادة. هنا سوف نقوم بإدخال الرمز الأعلى. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التأكيد، من ثم سوف نقوم بكتم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة.